ايش هذا؟ هات حالي. راحت بارود زيك. Hi guys, how are you? Are you fine? Welcome back to my channel. وانا انتيا كرتوني اجنبية. انا عربية. انا بانا نسيتو. شو رأيكم باللوك الجديد؟ قبل ما نبلش الفيديو بدي اياكم تضغطوا على الزر الاحمر هو سبسكرايب يعني اشتراك تحت وتعملوا لايك وشير. يا حرام اخواتي نايمين عشان هيك حبيت اتحدى حالي لحالي بتحدي الايس كريم. عندنا هنا سبينينج ويل. هاي جايز كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم بانا رح تعمل تحدي لحالها لانه اخواتها نايمين، فبدنا نعمل تحدي الايس كريم. زي ما انتم شايفين عندنا اكثر من نوع ايس كريم. انا رح اعطيكي بانا السكارف عشان تغطي عينيكي، وبدي اياكي تعرفي لي طعم الايس كريم، وبنشوف كم نقطة رح تجمعي لاخر الفيديو. اوكي فخلينا نبلش. يلا زي ما انتم شايفين جايز بانا غطت عينيها وانا حطيت الايس كريم قدامها. عندنا اكثر من نوع ايس كريم. شوف وين رح توقف. انا شفت والمتابعين شافوا كمان. ايها جايز يلا بنا افتحيها. وانا هاي ايوه شادة. شو غريب هاك صح؟ ارفع بس هاي عشان ما تعب الدنيا. يلا جاهزة؟ يلا دوب. M&M's اشوف صح. برافو. رح نبلش الجولة الثانية. رح يطلع لي طلع لك شيء. متابعين شافوه. رح اجيب لك اياه دقيقة ان شاء الله. ايش حلو؟ خذي. وين كيف نفتحه؟ ايش هذا الاشي؟ ايوه برافو. في الها الوه؟ عود. لا بالعكس. بالعكس ايوه برافو. ذوقيها. مانجو. شو؟ مانجو. مانجو برافو. جولة الثالثة. يلا تعالوا معنا. هاي غطينا عينين بنا. بس اضرب الجرس بلشي. وين رح توقف يا ترى؟ يا ترى. إذا وقفت عند هون. اوكي هلا رح اعطي بانا نوع الايس كريم وهي لازم تعرف. خذي بانا. يلا ذوقيها. شو؟ اكلتيها كلها ما عرفتي طعمها؟ مش عارف فيها شوكولاته يعني. لا 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 ما بصير.
شو غلطة؟ غلط. هي طلعت سنيكرز. ارفعي عينيك شوفي سنيكرز. فخسرتي هاي الجولة. عندك 3 نقاط ونقطة خسارة فيها. تعالوا معنا الجولة الرابعة. هلا الجولة الرابعة رح اضغط الجرس. بلش. شو طلع؟ شوفوا جايز. هاي بانا ايس كريم. من اي مكان بس المهم انه امسكيها من العود. اوكي. هي دابت على حالها لانه طالعينها من الفريزر فترة. شو طلع معك بانا؟ شو؟ توت. اوكي هي فيها 3 انواع. اوكي توت وفن وفانيلا. وايش كمان؟ مانجو. صح برافو. مانجو توت وفانيلا. وصلتي أربع نقاط. واو ماي جاد. وهلا انتقلنا للجولة الخامسة. رح اضرب الجرس. المشاهدين شفنا شو طلع لك. رح اجيب لك الايس كريم. شكلها حلو. هاي خدي. وينها؟ طبعا طلال وتيا صحيوا على صوت ال شموا ريحه الايس كريم. شو طعم؟ كراميل. كراميل؟ متأكدة؟ اي اوك. اخر محاولة. ما عرفتي؟ طبعا انت خسرتي باثنين وفزتي بقديش؟ بأربعة صح؟ ايش هذا؟ هتحلي؟ وقعت بروت زيك. قاعد عشان بروت كده يعتني وقعت. ما تفاجع لي أحلى تفاجع الحقيقي. ويلا تعال معنا الجولة 6. الجولة السادسة. تك تك تك. شفتوا جايز شو بالها؟ اوكي راح اجيب لك الايس كريم. 1 2 3. يلا خدي افتحيها. عرفتها ما تفتحيها. انا فتحت لك اياها. يلا دوقي. يلا بنا دوقي. شو؟ فراولة. فراولة برافو. الجولة السابعة. يلا بنشوف. بسم الله. لا بسم الله. أيوة طلع عليك. أنا شفته تبعي
هاي اللي طلع لك. هاي جايز خذي الدائرة. شال اشي غريب حسيته. انا بحس كل الناس ايش ما عارفه. الكيس ها سلامتك كيف مزعج. لحظه لحظه كوتون كاندي صح. برافو. الجولة الثامنة بانا. يلا شفتوا جايز شو طلع لها؟ الحمد لله. رح اجيب لك الايس كريم حطيتهم بالفريزر عشان ما يذوبوا. استني نيو 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 نيو. اوكي يلا افتحيها. يلا تعالوا معنا عالجولة بعديها. الجولة الثامنة. هلا الجولة التاسعة. رح ارن لك الجرس. يلا بسم الله يا رب. شو استعمل؟ اوكي جايز. او ماي جاد طلع لها بانا. هاي الايس كريم. يلا افتحيها. هون طلع لك. شو طعمها؟ ما عرفت طعمها؟ بنانا؟ هلا الجولة العاشرة والأخيرة. أنا راح أضرب الجرس وأحط العجلة على الشغلة الوحيدة اللي ما اخترتها بانا اللي هي هيها. هاي شايفينها جايز. يلا هي الأخيرة. إلها طاي؟ لا هاي إلها أول. شو؟ I think chocolate. Chocolate. برافو chocolate. Oh my god. كم تعطي من 10؟ بانا انت عرفتي تقريبا كل هاي ما عدا 3 فراح اعطيكي 7 من 10. برافو حلو. انتهيت الفيديو جايز. اعملوا سبسكرايب هو زي الاحمر واشتراك كل المتابعين اللي بحبوني. بدي اياكم توصلوني ل 100,000 مشترك. بدي اياكم اتاكدوا ان عملتوا لي سبسكرايب. وباي نحبكم.